السيدات والسادة الحضور، شرف كبير جدا ليا ان انا اكون موجود معاكم النهارده بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عشان نطلق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شمال سيناء بالتحديد. والحقيقة يمكن قبل ما هبدأ العرض انا حابب بس ان انا اتكلم يعني كلمة من قلبي. هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر على مدار التاريخ، من أول ما كنا بنقرأ في كتب المدارس اللي اتعلمناها من آلاف السنين، من أول ما ابتدى التاريخ يسطر حضارة مصر القديمة والفراعنة، دايما كان التهديد لمصر ومحاولة النيل من مصر بتيجي من هذه المنطقة. الهكسوس، الحيثيين، الرومان، الإغريق، التتار، الصليبيين، كل محاولات النيل من مصر كانت دايما بتيجي من هذا المكان. وعشان كده هذا المكان بتحديدا كل المصريين إذا كنت بتسأل أي واحد إيه أغلى بقعة عندك في مصر كلها على قلبك هيقول لك هذه المنطقة شمال سيناء. كل واحد فينا، ما اعتقدش في أسرة في مصر، أسرة واحدة ما كانش فيها أب ولا أخ ولا عم ولا ابن أخ ولا ابن عمة ولا ابن خالة ما خدمش في قواتنا المسلحة أو في الشرطة وخدم هنا وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات. على المستوى الشخصي أنا بشرف إن والدي رجل من رجال القوات المسلحة، دكتور خالد عبد الغفار والده رجل من رجال القوات المسلحة. أنا بحلف لكم والله العظيم من وأنا من أول ما ابتديت أوعى وأبويا بيحكي لي حكاياته هنا من 56 و67 و73 وقال لي قد إيه زمايله شافهم هم بيموتوا ويضحوا بحياتهم عشان الأرض دي، عشان كده كل ذرة رمل هنا إحنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح بس ما حدش يقرب منها.